لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سليمان. وقبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة احب افكركم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. في البداية يا جماعة والله انا احب احيي واشكر الفنان الكبير محمد هنيدي، لان هو بلغنا الصراحة بالكارثة الحقيقية اللي احنا فيها دي، بس احنا ما كناش موجودين خالص ولا كنا مركزين، كنا بنضحك كنا بنتصرمح كنا بنصيع بنعمل اي حاجة غريبة يعني غير الطبيعة يعني. فتعالوا نشوف هو قال ايه كده. هو فين؟ راح فين اللي كل شوية هطير وعمل لي فيها خفاش؟ ها؟ لا يكون فاكرني دكتور سنان، لا ده انا خرابها في مصر. طب وربنا كمان مرة لا نايمك من المغرب ياسين. هو فين يا باشا؟ احب ابشرك واقول لك ما تقلقش خالص، هم فعلا نايمونا من المغرب وكمان لبسونا الجلاليب يا باشا. واحب ابشرك تاني ان احنا فعلا طلعنا دكاترة سنان يا محمد هنيدي، طلعنا دكاترة سنان وهم جم خربوها علينا يا باشا. تعالوا بقى نرجع نتكلم في الفيروس نفسه وقوة انتشاره، حسب يعني زي ما الدكاترة ما قالوا بالظبط قوة انتشاره بتبقى 100%. يعني لو واحد مصاب بيصيب 100 جنبيه، يعني لو هو قاعد في مكان فيه 100 فال100 اللي حواليه اتصابوا اوريدي. فالله يبارك لك اخويا والله يبارك لك اختي الله يبارك لك، معلش يعني خدونا على قد عقلي، يعني بلاش صرمح وبلاش لف ودوران، اقعدوا في البيت. الدولة قالت لكم اقعدوا في البيت، مش لازم يعني نخرج ونتفسح ونعمل اللي احنا عايزينه قبل الحظر. الناس اللي في شغل الله يعينها الحمد لله، اقعدوا انتوا بقى في البيت، يعني مش لازم كده يعني. وبعدين اعراض الفيروس يا جماعة، هي كحة. الكحة بتبقى ناشفة، مش كحة عادية، لا كحة ناشفة، لأن هو الفيروس بيصيب أو بينشف الزور، تمام. فالأعراض التانية ليه وهي الرشح، يعني العطس. وطبعا ده لازم إن احنا نكون لابسين كمامة، أو معكش كمامة ممكن تستخدم منديل. وطبعا المنديل لازم ترميه في مكان يعني في الزبالة، مش ترميه في الشارع عشان غيرك يمسكه ويتعب بعديك يعني. لا يعني المنديل بتاعك او الكمامة عطست فيها او كحيت، يا ريت تمسكها ترميهم في الزبالة، ما ترميهمش على الارض يعني، طول الارض كده كده فيها زبالة يعني، شوية هدوء الله يخليك. تمام كده نخش بقى ايه على الاخطر حاجة في الفيروس، وهي ضيق التنفس اللي بتسببه للإنسان. والفيروس دوت يا جماعة أو الـ بيجي بالأخص للرئتين، تمام. فهو شغلته كلها إن هو تدمير الرئتين، يعني يا باشا كده كده هو جاي لك، يعني مش هو كده كده جاي لك يعني بعد الشهر عليك، هو كده كده هي يعني داخل عايز يدمر الجهاز التنفسي نفسه. فأنت احمي نفسك وحاول تعقم نفسك باستمرار، وحاول تلبس الجوانتيات وتلبس ماسك، ما عندكش ماسك امسك منديل، وزي ما قلت لك برضو ترميه على طول. واحب بس اوضح حاجه صغيره، دي التنفس يا جماعه ممكن يحصل بحاله نفسيه، تمام. يعني مش شرط يكون الـ 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 من الفيروس، لا بيجي من حاله نفسيه. يعني انت ممكن تبقى تعبان نفسيا فيجي لك ضيق تنفس، فانت تروح المستشفى تبقى عندي ضيق تنفس وبتاع ومش عارف ايه، هيكشف عليك مش هيلاقي عندك حاجه. فانت عندك في الحاجات ديت وفي درجه الحراره. وفي حاجه بقى احب يعني اوضحها، معظم المصابين ما كانش عندهم اصلا اعراض، عشان كده انا بقول لك خلي بالك واسمع كلام دولتك، اسمع كلام البلد اللي انت عايش فيها، ويا ريت هم عاملين حظر تجول، ما تنزلش ما تتعبش نفسك، احنا مش عايزين تعبك، اقعد في البيت.
تمام؟ ومحدش يقول لي انا عندي اسهال وبطني تعباني، ده ممكن الفيروس يكون انا بلعته ونزل، الشغل التعبان ده ما بحبوش. باش عندك اسهال اضرب لك كوبايه قهوه بليمون وريح نفسك، ما تقعدش تمثل على نفسك كتير. الكارثه الحقيقيه بقى يا جماعه فهي لينا احنا، احنا كرجاله. قال لك ان الفيروس اغلب المصابين منه رجال، والسيدات 2%. ليه؟ ده مساواة في الظلم عدل يا جدعان، ليه كده؟ ليه؟ مش عارف اقول لكم ايه؟ زحمنا في كل حاجة، تركبي أي مواصلة لازم تقعدي أنت الأساس في كل حاجة. اشمعنى دي بقى أنت مش أنت الأساس؟ اشمعنى أنت دي ما طلعتيش فيها؟ ليه سايبها لنا إحنا؟ ده إحنا تعبانين والله. يا جماعة الفيروس دوت بيصيب كبار السن، يعني الأشد عرضة ليه هم كبار السن. ف يعني علشان يعني نحافظ على أهلنا، على أبويا وعلى أبوك وعلى أمي وعلى أمك، معلش ما تتحركش كتير، وأنت ما تتحركيش كتير، في حظر بلاش ننزل قبل وقت الحظر دوت ونقعد نلف ونيجي ونروح ونعمل ونسوي، بلاش يا جماعة الكلام ده. يعني حافظوا على أهلكم، ولا هم مش انتوا بتحبهمش ولا ايه؟ انا هختم معاكم الحلقة النهاردة، و ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. شكرا.